بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد اليوم كنت واجد في السوق ثلاثة إجر مواس اللي معروف في القديم الزمان، معروف عند القبائل ديال الريف كاملة. اليوم السوق صباح مهجور بسبب الهجرة اللي عرفتها المنطقة، وصبح هذا السوق في واحد المتعه ديال النسيان، وغالبا النساو هما المسؤولين ديال المنطقه. لهذا قررت الجمعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه في المواس باش دير واحد الحمله النظافه للسوق ثلاثة اجر المواس، الذي يعتبر معلمه تاريخيه ومعلمه ديال الاجداد ديالنا، من ماشي حاجة اللي هي من مآثر خاصها الترميم، وخاصها التصاوب، وخاصها بزاف من حاجة، ماشي غير نسيان. وها لهذا الجمعية دارت هذه الحملة ديال النظافة، وحنا الآن كنديروا النظافة ديال السوق. هادشي اللي قادين عليه في هذا الوقت، نتمنى إن شاء الله في أوقات أخرى نديروا أكثر من هادشي، بحال التجيير وبحال إصلاح بزاف ديال المواحل. ونتمنى إن شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله غادي تصلح هذا السوق ويولي كيف كان ان شاء الله.